أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. لجنة تحقيق حكومية تكشف أسباب حادث طيران اليمنية الأخير. صحيفة عربية تقول الحكومة تدرس اعتماد الدولار والعملة السعودية لتخفيف الضغط على الريال. ومن أخبارنا المنوعة، زراعة بالمخ تعيد البصر جزئيا للمكفوفين. أهلا بكم. كشف مصدر حكومي عن مضمون تقرير اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في حادث طيران اليمنية الأخير ونجاتها من السقوط بعد إقلاعها من مطار القاهرة، ويعلق موقع المصدر أونلاين: لجنة تحقيق حكومية تكشف عن فساد وسوء إدارة وراء حادث طيران اليمنية الأخير. قال المصدر للمصدر أونلاين إن التقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بالتحقيق في حادث طيران اليمنية وناقشته الحكومة في اجتماعها الأخير تضمن أسبابا عدة للحادث، أبرزها فساد داخل الشركة وسوء إدارة تسبب في تهالك إمكاناتها وتدهور أدائها بشكل متسارع. وحسب المصدر، الحكومي الرفيع الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، فإن المشكلة كانت واضحة قبل إقلاع الطائرة من مطار القاهرة وأنها غير مهيئة للعمل، لكن الإدارة تجاوزت المعايير وسمحت بتسيير رحلات على متنها. وحسب التفاصيل الفنية التي تضمنها التقرير، فإنه كان هناك مشكلة في الأجنحة الصغيرة التي تنفتح عند الإقلاع وأنها لم تغلق بعد إقلاع الطائرة، مما أدى إلى ضعف في التحليق، فقام الكابتن بعمل ارتعاش للطائرة لغرض محاولة إغلاق هذه الأجنحة لكنها لم تغلق، الأمر الذي أدى إلى توقف المحركات وبدأت الطائرة تهوي نحو الأسفل، وبعدها بدأت جهود الكابتن في السيطرة على الطائرة وصولا إلى إنقاذها بمن عليها من ركاب. اقترح أو مع كل طبعة جديدة للأوراق النقدية تجد ميليشيا الحوثي فرصة للنهب وسلب الأموال. ووفقا لموقع الصحوة نت، ميليشيا الحوثي تصادر الملايين من الطبعة الجديدة للعملة في ذمار. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار شنت حملة تفتيش شاملة للطبعة الجديدة من العملة اليمنية التي أصدرتها الحكومة مؤخرا. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي نفذت الحملة على جميع المحلات التجارية في المدينة وصادرت ملايين من العملة عثرت عليها لدى أصحاب المحلات التجارية. ذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي بررت حملتها على المحلات التجارية وشركات الصرافة والبنوك بأن هذه العملة غير معتمدة. أبطال الحب والسلام، تحت هذا العنوان كتبت الكاتبة وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة التونسية الدكتورة أمال موسى مقالها المنشور في الشرق الأوسط. فكرة صنع السلام ذاتها بكل ما تعنيه من نقاء وعمق قيمي وإنساني أصبحت لا محل لها ولا وزن في مخططات معظم ساسة القرن الحادي والعشرين، وكأن دروس التاريخ مالت لصالح ثقافة الهيمنة والتمييز والتفاضلية الحضارية متناسية دروس الفاشية والنازية والنزعة الاستعمارية التي فشلت وتركت جراح العالم تئن وتتناسل على نحو غير مباشر ومباشر. نعثر في التراث ذاته عن مقولات أخرى مهمة وقوية المعنى، ومنها قول مانديلا: لا يوجد إنسان ولد يكره إنسانا آخر بسبب لون بشرته أو أصله أو دينه. الناس تعلمت الكراهية، وإذا كان بالإمكان تعلم الكراهية إذن بإمكاننا تعليمهم الحب. ففي هذه المقولة ينتقل مانديلا من فكرة تعلم الكراهية إلى فكرة تعلم الحب بسلاسة ومنطق مذهلين، ويضعنا بأقل ما يمكن من كلمات ومن خلال فكرة واحدة أمام لب المشكل، وهو أن الكراهية بجميع معانيها وتمظهراتها اليوم وفي مستوياتها كافة إنما هي نتاج تنشئة يتلقاها الإنسان وتصنع منه فردا يمارس الكراهية في وجدانه وعقله ويترجمها السلوك والممارسات، أي أن المشكل يكمن في مضامين التنشئة الثقافية القيمية التي تقدمها الثقافات للأجيال، ما يعني أن الكراهية ثقافة تكتسب
وتنتقل عن طريق التنشئة الاجتماعية الثقافية وتتوارث أيضا. وهنا قد يشعل العقل السوي الضوء الأحمر ويقول: ما ضر لو استبدلت بمضامين الكراهية مضامين الحب والتسامح والتواصل الخلاق الإيجابي الذي تزهر معه حقول الإخضرار بثمارها الناضجة النافعة. يحتاج العالم بأسره إلى ورشة عمل جادة يعمل فيها أبطال الحب والسلام ليل نهار على المؤسسات المسؤولة عن التنشئة الثقافية وكيفية نزع مضامين الكراهية عنها وزرع مضامين الحب التي سبق استئصالها من طرف منحرفين كبار جدا عرفهم التاريخ وأرسوا تعليما خاصا بالكراهية. عن أكثر فئة متضررة من الحرب يعنون موقع قناة بلقيس: النساء في مواجهة الجوع، انقطاع أساسيات الحياة في اليمن. قال الموقع أنه في ظل انعدام أساسيات الحياة بسبب الحرب والحصار، تتحمل المرأة اليمنية العبء الأكبر من نتائج هذه الحرب، فمع فقدان الرجال لفرص عملهم تحاول النساء ولو في حلول مؤقتة مواجهة أزمة الجوع وانقطاع أساسيات الحياة لتوفير متطلبات أسرها بشتى الوسائل الممكنة، وكثيرا ما تلجأ إلى الوسائل البدائية البديلة لتغطية احتياجاتها المعيشية كالاحتطاب مثلا ونقل المياه من الأبار والإنارة المنزلية بالفوانيس والشموع وغيرها. ولم تقتصر تأثيرات الحرب في اليمن على الطبقة الاجتماعية الأشد فقرا بل سحقت جميع الطبقات. سميرة أحمد وهي سيدة من الطبقة المتوسطة تعمل معلمة في مدرسة حكومية تقول بنبرة حزن خانقة لقناة بلقيس: ضاقت بي السبل، إلى متى ستستمر هذه الحرب؟ ما عدت أدري ماذا أفعل، لا أستطيع أنا وزوجي تلبية أدنى احتياجاتنا الأسرية. اقترح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مطلع إبريل الماضي استخدام الدولار في اقتصاد اليمن إلى جانب الريال السعودي كعملتين قانونيتين ضمن تقرير عن خارطة طريق اقتصادية تهدف إلى استقرار العملة المحلية نشر محتواها على موقع إلكتروني. ووفقا لصحيفة العربي الجديد، فإن الحكومة الشرعية بدأت تسير في نفس الطريق، حيث تدرس إمكانية التخفيف من الضغط على العملة المحلية وإيجاد البدائل. وعنونت الصحيفة: تهديد الريال اليمني، الحكومة تدرس اعتماد الدولار والعملة السعودية. قالت الصحيفة: باتت العملة اليمنية الريال مهددة على خلفية الانهيار المستمر في قيمتها، وتراجع حجم تداولها وتزايد المخاوف من تحولها إلى عملة نادرة مع اقتراب البنك المركزي من إطلاق مشروع المدفوعات الإلكترونية ضمن مبادرة الشمول المالي. فيما تدرس الحكومة مقترحا يتضمن تحويل الدولار الأمريكي والريال السعودي إلى عملتين قانونيتين يمكن تداولهما في اليمن، وتعتمد الحكومة اليمنية على الدولار في تقييم ميزانياتها السنوية وصرف مرتبات مسؤوليها وموظفيها وجنودها وفي جباية الضرائب والرسوم. وبدأت مؤسسات حكومية تفرض التعامل بالدولار بدلا من الريال، ويتم دفع رسوم التعليم في المدارس والجامعات الأهلية ورسوم العلاج في المستشفيات والخاصة بالدولار أو بالعملة السعودية. تخفيض التواجد العسكري الإماراتي في اليمن، الأسباب والتداعيات. تحت هذا العنوان كتبت الباحثة في معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى إلينا ديلوغر مقالها المعاد نشره وترجمته في صحيفة الغد. من شبه المؤكد أن قرار الإمارات يتسبب في توترات مع الرياض التي يتعين عليها الآن إعادة التفكير في نهجها الخاص المعتمد في الحرب. ففي السابق كتب الإماراتيون شعورهم بالإرهاق من الحرب وواظبوا على الحفاظ على جبهة موحدة مع السعوديين، وكانت تلك الذهنية تتماشى مع النزعات الثقافية النموذجية حول إبداء الولاء. ولكن يبدو أنها تغيرت لسبب أو لآخر، مهددة بكشف الانشقاقات وإحداث المزيد من التوترات خلال فترة من الحساسية المتنامية في الخليج. ويجب على المسؤولين الأمريكيين التواصل بنشاط مع كلا الطرفين والحكومة اليمنية للمساعدة في صياغة طريق متفق عليه للمضي قدما ودرء أي خلافات محتملة على المدى الطويل بين الإماراتيين والسعوديين. سيكون أي انشقاق من هذا النوع بين الشريكين الخليجيين مثار قلق وإنما غير مفاجئ.
فعلى الرغم من الحفاظ علناً على وجه مشترك، إلا أن قواتهما في اليمن لا تعمل عموماً جنباً إلى جنب، وإنما تتقاسم المسؤوليات. وعادة ما ينفذ السعوديون العمليات في شمال البلاد بينما ينفذها الإماراتيون في جنوبها، وعندما يدخل أحدهم المنطقة المقابلة يغادر الآخر. وعلى سبيل المثال، عندما سيطر الإماراتيون على العمليات في محافظة الحديدة تراجع تواجد السعوديين ليصبح رمزياً، وعندما دخل السعوديون إلى محافظة المهرة غادر الإماراتيون، حتى أن تواجد ضباط اتصال في وحدات بعضهما بعضاً غالباً ما يبدو رمزياً. ويبدو أن واقع عدم تلاقي القوتين في معظم الأحيان أمر متعمد، مما يثير تساؤلات حول الآراء الإماراتية بشأن الكفاءة العسكرية السعودية. وبالمثل، في حين تتشارك أبوظبي والرياض وجهة النظر العامة نفسها إزاء التهديدات الإقليمية، إلا أن هذه التهديدات لا تحتل المراتب نفسها على سلم أولوياتهما، بما في ذلك في اليمن. وعلى سبيل المثال، تشدد الإمارات على محاربة جماعة الإخوان المسلمين أكثر من السعودية، ويبدو أنها أقل قلقاً بشأن تمكين الانفصاليين الجنوبيين. إلى جريدة الحياة، والتي تابعت دعوة اليمن لأعضاء الكونغرس الأمريكي لإدانة أحكام ميليشيا الحوثي بحق المعتقلين، وعنونت الصحيفة: اليمن تدعو الكونغرس لاتخاذ موقف ضد انتهاكات الحوثيين. قالت الصحيفة إن سفير اليمن في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك دعا جميع أعضاء الكونغرس لاتخاذ موقف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، وآخرها إصدار أحكام إعدام ضد 30 سجين سياسي على ذمة تهم مزورة ومحاكمة صورية. شدد السفير على ضرورة صدور القرارين اللذين قدمهما عضواء الكونغرس الأمريكي النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، وأدانا فيهما الحوثيين على انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب الدولية. قالت السفارة إن الأحكام الحوثية بمثابة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، خصوصا وأن السجناء 30 هم أكاديميون وسياسيون وطلاب ومدنيون، ولم يشارك أي منهم في النزاع أو القتال. ومن صحيفة الساندي تيليغراف، كتب مراسل شؤون الدفاع والأمن مقالا تحليليا عن الأزمة مع إيران، وكيف أنها تمثل درسا سيصل أثره خارج منطقة الخليج. وترى الصين وروسيا كقوتين في الشرق أن الدول الغربية ليس لديها أدنى إجابة لهذه الحرب الهجينة التي اختلطت فيها ردود الفعل العسكرية بالمدنية في الدبلوماسية الغربية. وعنونت الصحيفة: هل تدفع بريطانيا لحرب مع إيران؟ يشير الكاتب إلى أن هذه الحرب الهجينة خلطت قوات الميليشيات التقليدية وغير التقليدية، مستخدمة المعلومات المضللة والاغتيالات والاقتصاد والتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي والدين، بالإضافة إلى نشطاء مدفوعي الأجر يسعون إلى تقويض عدو دون أن يشاركوا في حرب تقليدية على حد تعبيره. ويصف الكاتب التصعيد الحاصل للأزمة بأنه اختبار لكيفية مواجهة القوة الصلبة للدول الغربية، وهي فرصة لن تضيعها كل من موسكو والصين، إذ أن مؤيدي الحرب الهجينة يختارون عدم الخوض في حرب مع القوى الغربية، وهذا عادة ما يغضب السياسيين، لكنه هو التصرف العاقل والاستراتيجية العسكرية السليمة. ويوضح الكاتب أن إيران تحاول بتصرفاتها أن تجلب الاهتمام الدبلوماسي قدر المستطاع للمأزق الحالي الذي وقعت فيه، وإذا لم يتم ذلك فستبقى منطقة الخليج غير مستقرة، إضافة إلى أن أي تصرف عسكري ستقدم عليه الولايات المتحدة أو بريطانيا سيقابله تدويل للأزمة من قبل إيران، إما باعتراض طريق الملاحة في الخليج أو الحرب بالوكالة في كل من سوريا والعراق واليمن. مصير الأزمة رهن تحمل إيران آلام العقوبات. تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب بدر خان مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية، مضيفا في جزء من المقال: يمكن لإيران أن تواجه وتناور وتلاعب، فتتفادى مثلا التعرض لطائرة أمريكية مهولة، لكنها تسقط طائرة مسيرة وتترك مسؤوليها يلوحون بقدراتها العسكرية التي تخيف أمريكا، وتحرك هجمات حوثية على السعودية، أو تذكر بأن ميليشياتها العراقية جاهزة لترهيب الأمريكيين حتى لو حاولت حكومة بغداد حل الحشد الشعبي، بل ترسل ناقلة نفط إلى سوريا حتى إذا رصدت وأوقفت تستخدمها سياسيا في سياق الأزمة. وأخيرا يمكنها أن تخفض التزاماتها في الاتفاق النووي غير عابئة
صموده أو انهياره، مع علمها أن خطوة كهذه تصب في منطق ترامب وليس ضده. تفعل إيران كل ذلك وستفعل أكثر من أجل هدف محدد، إجبار أمريكا على رفع العقوبات أو تخفيفها، لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل التفاوض، وطالما أن أمريكا تطلبه فلا يمكن التفاوض تحت ضغط العقوبات، إذن لا بد من تحريكها، وهذا ما يميل الأوروبيون حاليا إلى ترويجه. لم يسبق لروسيا والصين أن صرحتا بأي مآخذ على إيران، بل تحاولان مساعدتها في مواجهة العقوبات. أما الأوروبيون فطرحوا تمديد فترة تقييد البرنامج النووي إلى ما بعد سنة 2025 وضرورة النظر في البرنامج الصاروخي وسياسات إيران الإقليمية، وهم اقتربوا بذلك إلى المآخذ الأمريكية وإلا يجار ترامب في نهجه التصعيدي. إذا اقترب الاتفاق النووي من الانهيار فإنه سيعيد التفكير في عمل عسكري أمريكي أو أمريكي إسرائيلي للمنشآت الإيرانية. كانت واشنطن تشير إلى هذا الاحتمال منذ أيام جورج دبليو بوش قائلة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكنها استبعدته لمصلحة حل دبلوماسي ولأنه ينذر بحرب موسعة لا تريدها. وإذ يبدو الآن أن الحل الدبلوماسي يترنح والعمل العسكري محدود وغير محبذ والتفاوض غير متاح بالمعطيات الراهنة، فإن مصير الأزمة يبقى رهن قدرة إيران على تحمل آلام العقوبات. استعاد 6 من المكفوفين القدرة على البصر جزئياً، وذلك عبر عملية زرع كاميرا تنقل لقطات الفيديو مباشرة إلى المخ، وفق دراسة قام بها عدد من الجراحين وتعنون صحيفة الشرق الأوسط. زراعة بالمخ تعيد البصر جزئياً لمكفوفين. قالت الشرق الأوسط التي استندت إلى ما نشرته الجارديان البريطانية، أصبح قدر من الرؤية ممكنا بواسطة كاميرا فيديو تثبت على النظارات تتجاوز أو تهمل عيون المرضى وترسل لقطات فيديو إلى أقطاب كهربائية مزروعة في القشرة البصرية للدماغ مباشرة. قال رئيس الدراسة وجراح الأعصاب دانيال يوشور إن فريقه ما يزال بعيدا عما يأمل تحقيقه، وأضاف: هذا وقت مثير في علم الأعصاب والتقنية العصبية، أشعر أنه خلال حياتي يمكننا استعادة البصر الوظيفي للمكفوفين. وقال المحاضر في جامعة لندن وجراح العيون أليكس شورت أن ما حدث تطور مهم من قبل المتخصصين من كلية بايلور الطبية في تكساس وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وفي السابق كانت محاولات إنشاء عين إلكترونية تعتمد على الزرع في العين نفسها، وأوضح شورت أن ذلك يتطلب أن تكون لديك عين عاملة وعصب بصري عامل. أما المثير في العملية الجديدة فهي أنها تتجاوز العين تماما وتفتح الإمكانات أمام الكثير من الأشخاص. إن كنت تحلم بالسفر للفضاء فلا حاجة لأن تكون رائد فضاء لتحقق حلمك، فقد تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق أول شركة سياحية للسفر إلى الفضاء تتيح رحلاتها للاستخدام التجاري. فما هو سعر التذكرة على متن تلك الرحلة وفقا لموقع الدي دبليو؟ الإعلان عن أول شركة لتنظيم رحلات تجارية إلى الفضاء، وأعلنت مجموعة فيرجن عن إطلاق مشروع يحمل اسم فيرجن غالاكتيك لإتاحة السفر إلى الفضاء للجميع عبر رحلات تجارية، لتكون بذلك أول شركة في العالم للسياحة والسفر تنظم رحلات إلى الفضاء. ورغم التخطيط لانطلاق الرحلات التجارية لنقل السياح للفضاء العام القادم، تتوقع الشركة أن تبدأ في تحقيق الأرباح بداية من عام 2021. وقال مؤسس المجموعة: منذ أن نجحنا في إطلاق سفينتي فضاء هذا العام وقمنا بإعداد 5 رواد فضاء أمريكيين، تلقينا 2500 طلب للسفر للفضاء. ووفقا لشبكة CNBC سيبلغ ثمن التذكرة على متن الرحلة للفضاء حوالي 250 ألف دولار أمريكي، حيث من المفترض أن تحمل سفينة الفضاء 6 ركاب فقط بالإضافة إلى طيارين 2. وستنطلق الرحلة من طائرة تحمل سفينة الفضاء حتى الوصول لارتفاع 40 ألف قدم، لتبدأ سفينة الفضاء من هذا الارتفاع في استخدام محركها الصاروخي وتنطلق نحو الفضاء بثلاثة أضعاف سرعة الصوت.
لحظات توقف فيها الزمن على شكل صور التقطها محترفو التصوير لتصبح ذكرى دائمة خارج النسيان. مجموعة منها تنشرها صحيفة الديلي تيليغراف ونعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. تقول رسمة واحدة ما لم تقله عشرات المقالات، ذلك ما أثبته عدد ليس قليل من رسامي الكاريكاتير العرب الذين نستعرض جزءا من إنتاجهم في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.